استاذ حجاج من المنيا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا فندم. يا فندم انا شاري قطعه خريجه نمره خريجه من واحد. شاري ايه؟ شاري نمره خريجه. مشتري من خريج قطعه ارض بتاعته؟ ايوه. ايوه فين بقى؟ في قريه 4. في قريه 4 فين؟ العدوى، مركز العدوى. العدوى. اه. ماشي وبعدين؟ هي تصل بين الخريج وبين. لا لو سمحت اتحرك بالتليفون. انت مشتري من خريج في قريه 4 في العدوى. أيوه. مشتري نصيبه في قطعه ارض انت اشتريتها ودخلت بيها مكانه وبعدين؟ ايوه. النمره بتاعتي تصل بين الشركه وبين الخريجه. ايوه. بين الارض الملك وبين الخريجين. تمام. انا شريتها ما جيتش معاه ولا عملت اي حاجه، قال لي النمره بتاعتي كذا، استلمت على كده وخلاص. انا عايز اعرف انت مشكلتك ايه؟ مشكلتي ان الشركه طول الوقت جت الاسبوع اللي فات بتقول لي ده انا ليا ارض في الارض بتاعتك دي. ليها ايراد في الارض؟ الخريطه واللي يطلع في الخريطه خدوه. ليها ايراد في الارض بتقول؟ اه. وبعدين؟ جابت الخريطه طلع لهم ثمن جاريت. تمام. قال لي ثمن جاريت المدير بتاع الشركه، قال لي ثمن جاريت. هي الارض مساحتها قد ايه؟ الارض مساحتها قد ايه؟ مساحتي انا 510 جاريت. والخلاف على ثمن قراريط؟ اه. طيب فين العقد؟ العقد مكتوب فيه ايه وفين الخريطه بتاعت الارض؟ الخريطه موجود. طب بتثبت ايه الخريطه؟ ايوه هم ليهم ثمن جاريت، انا مش مختلف على حاجه. طب ما عايز ايه حضرتك طيب؟ ما خد بقى ودي معايا يا باشمهندس. ما انا في وقت للبرنامج وانت يعني يا ريت يبقى في سرعه عشان في متصلين على الخطوط الاخرى، فقول لي طيب. طلبك هو فين؟ هو قال لي قدم على التكنيك فيها، قلت له حاضر اقدم على التكنيك، دفعت 5131 جنيه. معايا؟ انا معاك اهو اتفضل. دفعت 5131 جنيه وقدمت على التقنين، وبعديها بثلاث ايام قال لي ده الثمن جاري داخلين كاردون المباني. قلت له ماشي يا باشمهندس. طيب المتر بكام ولا الجراد بكام؟ قال لي المتر ب 700 جنيه. قلت له لا ب 700 جنيه ثقيله ما اقدرش استلمها. تمام. يبقى بعت الغفير النهارده بيقول لي سيب الله، سيب الحته اللي سيب الثمن جاري ما تجيش عندهم خالص، انا بزرعها. ايوه. قال لي ما تجيش عندهم خالص، قلت له خلاص تعالى حددها واستلم، انا ما عنديش مانع منها. اه عايز مني انا ايه؟ انا في حاجه اقدر اعملها ولا ما فيش ولا انت حضرتك محتاج مني ايه؟ انت دلوقتي بتقول ليهم ثمن قراريط والورق بيثبت كده وانت معترف بكده، مطلوب مني انا ايه؟ انا ال 700 جنيه تقيله عليا، انا ما ينفعش. ما هو انت مش بتاعتك الثمن قراريط ده، انت بتقول لي تبع الشركه وعلشان هيدفع عليهم رسوم 700 جنيه عشان يتحولوا مباني. أو آه. دخلوا كردون المباني، فأنت كده كده دول مش بتوعك، فمش أنت اللي هتدفع ال 700 جنيه. ثانياً لو بتوعك وهتدفع عليهم 700 جنيه أنت عارف إن تمنهم تضاعف، لأن سعر المتر لما يتباع مباني أو يبني فيه هيبقى غير الأرض الزراعية. ماشي ده في الكورة فوق خالص. طب أنت عينيا الاثنين، حضرتك قول لي المطلوب إيه وأنا أنفذه. يعني ما ينفعش أعمل فيها تخفيض ولا أعمل لها تظلم ولا أي حاجة غير كده. بشكر حضرتك، شكراً.